وصفة جديدة من وصفات ملح وسكر. اليوم اختاريت نقدم كؤوس بالفاكهة الموسمية ديال الصيف وبالكريم ديسير بنكهة الفريز. اذا كنحتاجوا لهاد الوصفة. هذه عندنا هنا نصف لتر ديال الحليب، كمية من السكر سنيدة حسب الذوق، عندنا واحد الخنيشة ديال كريم ديسير بنكهة الفراولة يعني الفريز اللي كتباع في المحلات التجارية الكبرى. وهنايا اختاريت انا الفريز، يمكن لكم ديروا بنكهات اخرى، كاين ديال الليمون، كاين ديال الفاني، كاين ديال الشوكولا، كل واحد يختار يعني لهاد لاكريم حسب الذوق ديالو. بالنسبه للفواكه الموسميه كنحتاجو هنايا كميه ديال الخوخ الطازج الطري، عندنا هنا كميه ديال البرقوق، وعندنا واحد العنقود ديال العنب الاسود، وعندنا طنجره باش غادي اولا كاسروله فاش غادي نخلطو هاد الكريمه هادي الكريم ديسير، ونحتاجو لو فوي وخلاص المعلقه وداكشي باش غادي نخلطو هاد المقادير هادي. اذا نبداو على بركه الله. اولا غادي نقطعو هاد الفواكه الطريفات الصغار، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالهم كيفاش غادي يجي. كيف كتشوفو الفواكه ديالي راني قطعتها مربعات كبيره، لا الخوخ ولا البرقوق، اما هذا العنب الاسود انا خليته باش نزين به فقط. نرجعوا دابا للكريمه ديالنا نشوفوا كيفاش غادي نحضروها. نقرب حدانا هذا الشيء. اذا ناخذوا الحليب نخويوه في واحد الكاسرونه او طنجره، كناخذوا هاد الخنيشه ديال الكريم ديسير، نفرغوها على الحليب ونخلطو بالفوي. راه الشكل ديالها بحال شكل ديال المايزينا، انما هي غوص. نخلطها الاول، عاد ديك الساعات غادي نزيد السكر. انتما كتشوفوا تلاحظوا بان اللون ديالها رجع غوص. دابا غادي نزيد السكر من 3 حتى 4 ديال المعالق كبار، انا غادي ندير غير 3. اصلا راه الفواكه اللي قطعت راهم حلوين ما يحتاجوش السكر بزاف، نخليو الحلاوه ديال الفواكه الطبيعيه. غادي نرد هاد الكريمه على النار حتى تعقد، ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نعمرو الكؤوس ديالنا بهاد الكريمه والفواكه. الكريمه ديالي ها هي عقدات كيف كتشوفو. الان راني حضرت الكؤوس باش غادي نعمرهم بهاد الكريمه والفواكه اللي قطعت. نبداو. اذا غادي ندير واحد الطبقه اولى ديال الكريمه من التحت قبل ما يعني تعقد لينا. نديرو الحبات ديال الخوخ، نديرو بكميه وفيره، ونديرو معها شويه ديال البرقوق. نديرو الطبقه الثانيه ديال الكريمه، نزيدو طبقة أخرى ديال الخوخ دائما والبرقوق، يعني نديرو تشكيلة. نزيدو طبقة أخرى ديال الكريمة. إذا غادي نستمر أنا هكذا تنعمر الكؤوس ديالي بهاد الكريمة والفواكه، وديك الساعات غادي نتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نقدمو هاد الكؤوس ديالنا والتزيين ديالهم النهائي.
تشوفوا الكؤوس ديالنا ديال الفواكه والكريم ديسير كيجيو على هذا الشكل. انا زينتهم بالحبه ديال العنب، وهنايا درت القشده الطريه خفيفه شويه ما عقداش. وهنايا كيف كتشوفوا معايا عندنا يعني الطبقات ديال الفاكهه مع الكريمه في الكاس كتبان. اذا نتمنى هاد الوصفه وهاد الفاكهه او هاد الديسير في الكؤوس يعجبكم وديروه في البيوت ديالكم، وبعد ما نوجدو كنديروه يبرد طبعا في الثلاجه باش نتناولوه بارد. اذا الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وتابوناو معايا على القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد والمتميز. وبالصحه والراحه.